أحد يسألك إلى أي الديانات تنتمي، بل الغاية واحدة، هي الاحتفاء بأحد القديسين المسيحيين ماري جرجس. قصة هذا المولد القبطي ترتبط بالضابط الروماني ماري جرجس الذي تزعم حركة الثورة على منشور الاضطهاد ضد المسيحيين في عصر دقلديانوس، وانتهى مصيره بالموت. حسب الرواية، نقل ذراعه عبر الصيادين الذين زاروا قرية ميد دمسيس بمحافظة الدقهلية، ومنذ ذلك الحين تقام الاحتفالات في أواخر شهر أغسطس من كل عام، أسبوع من الخميس للخميس. الطقوس زي ما قلت، في عشيات كل يوم وقداسات كل يوم الصبح، وما بينهما عظات وترانيم وألحان وحاجات مستمرة عشان الناس ما تقعدش فاضية. حتى لو قعد فاضي يلاقي فيه قداس بيسمعوا ترانيم، ألحان، مسابقات، حاجات كتيرة بيعملوها عشان تنشط الناس اللي قاعد، عشان اللي جاي استفاد من حاجات كتيرة جدا جدا. احنا كل سنة بنيجي المكان ده عشان ناخد نزور ماري جرجس ونحس بركة ماري جرجس علينا. من كفر شكر، اي كل سنة ساعات ابيت وساعات يجي واروح في نفس الوقت. نبيت الليل ونصبح الصبح نخش الكنيسة نتناوله في الكنيسة ونطلع. بنيجي ندخل الكنيسة نصلي ونزور الأماكن بس، وبنقعد برضو بننزل في المولد جوه برضو وبنجيب حاجات. بيبقى يوم حلو كده، الواحد بيحس بفرفشة فيه أكتر. بين المسجد والكنيسة أمطار معدودة تفصلهما، ولا يفصل الاحتفال بمولد الصحابي محمد ابن أبي بكر الصديق ومولد البطل ماري جرجس إلا أسبوع واحد. فلا عجب من أن يحتفل مسيحيون بمولد الصحابي أو أن يأتي محمد عزة وأسرته للاحتفال داخل الكنيسة. باجي عشان نحتفل مع الناس ده، عشان الناس ده يعني في أي احتفال عندنا ما بيسيبوناش، في أي ظروف، في أي مناسبات، في أي أوضاع ما بيسيبوناش، ما فيش فرق عندنا. وبالنسبة لنا كان عندنا مولد سيد محمد أبو بكر الأسبوع اللي فات، وهم كانوا بيحتفلوا برضك معانا، فاحنا برضك جينا الأسبوع دي نحتفل معاهم، وأي مناسبة عندهم ما بنسيبهمش في أي أوقات. لا تختلف أجواء موالد الأولياء عن الموالد القبطية خارج دور العبادة، كلاهما لا يخلوان من أسواق الحلويات والمأكولات الشعبية التي تلقى رواجا كبيرة. السوق الفطير والجبنة ماشي، والحمص الحلويات هنا ماشي، والأطفال بتتبسط، ما فيش أي حاجة هنا، والرنجة فسيخ قدامك اهو، بلد امان، مفيش اي حاجه. الحمص، حمص وحلاوه يعني، عشان نزور الاجره والكنايس والقديسين والحلاوه. على فكره كل المولد فيها حمص وحلاوه، حتى السيد البدوي وكل الموالد دايما بيبقى فيها الحمص وحلاوه لازم. في القريه التي تأوي المسجد والكنيسه جنبا الى جنب، اعتاد أهل ميد دمسيس على استضافة الزوار الأقباط طيلة مدة الاحتفال لتنشأ بينهما علاقات إنسانية ممتدة منذ زمن بعيد. نشأنا أو تولدنا لقينا أن الناس المسلمين بياخدوا المسيحيين يسكنوهم عندهم في البيت لمدة أسبوع المولد. اللي بيفصل ما بين المسجد والكنيسة 3 متر زي ما أنت شفت. فطبعا في مولد ابو بكر بيبقوا معانا المسيحيين، وفي مولد ماري جرجس زي ما انت جيت وشفت كده بنتعايش مع بعضنا البعض. فهو احنا طلعنا لقينا اهلنا بتستقبلهم وياخدهم في بيوتهم، وبالتالي هم موجودين، واحنا يعني اللي لقينا اهلنا بتعمله احنا بنعمله. طالما الشمس تتعاقب كل يوم على ارض القريه ومبانيها، طالما تتعاقب الاحتفالات مسلمه كانت ام مسيحيه، لان الارض التي تأوي اجساد الصالحين والقديسين لا تأوي على ظهرها إلا خيرا. أحمد عبدو، MBC مصر.